بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. نبدأ إن شاء الله في مراجعة الدرس الثالث الخاص بالوحدة الأولى، وهو الحروب الفرنجية، ونشوف الأسئلة التي وردت في الامتحانات لعام 2020 و2019. السؤال الأول اللي ورد: اختر مما بين القوسين للدورة الثالثة، أين وقعت معركة حطين عام 1187؟ في سوريا، في فلسطين، في مصر، في العراق؟ طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي في فلسطين. إذا السؤال: أين وقعت معركة حطين؟ في فلسطين. 2. ما النتيجة النهائية للحملة الفرنجية السادسة والبدائل: توقيع اتفاقية يافا، تحرير مدينة عكا، الرحيل عن مدينة طرابلس، الرحيل عن مصر دون تحقيق أي شيء، والنتيجة هي توقيع اتفاقية يافا. وطرحين السؤال بطريقة أخرى رح يمر علينا. 3. لماذا سعت الكنيسة الغربية لفرض سيطرتها على الكنيسة الشرقية؟ عنا 4 بدائل: لكسب وإرضاء ود الأمراء الإقطاعيين، لوقف اعتداء الأمراء الإقطاعيين على أملاكها، لنشر المذهب البروتستانتي في المناطق الآسيوية، للنهوض بالكنيسة الشرقية وإنقاذها من الفوضى. الجواب هو رقم ب: لوقف اعتداء الأمراء الإقطاعيين على أملاكها. إلى أين توجهت الحملة الفرنجية الثامنة؟ إلى تونس، الأراضي المقدسة، مصر، والقسطنطينية. طبعا الأراضي المقدسة الأولى والثانية والثالثة والسادسة، مصر السابعة والخامسة، القسطنطينية الرابعة. إذن الثامنة إلى تونس. الإجابة إلى تونس. ما اسم المعركة التي انتصر فيها المسلمين بقيادة طارق بن زياد على القوطيين؟ بواتي، وادي لكة، بلبيس، أجنادين. في 92 هجري 711. الإجابة الصحيحة وادي لكة. بماذا نص قانون الفتح؟ بماذا نص قانون الفتح عند الفرنجة؟ ملكية جميع الأراضي المفتوحة للدولة، كل جندي فرنجي يضع سيف أو علامة على المنزل يصبح ملكا له، عدم الاعتداء على المقدسات الدينية، إعفاء الفقراء من الضرائب. والإجابة الصحيحة هي رقم ب: كل جندي يضع علامة على منطقة تصبح ملكا له. لازلنا في أسئلة اختاري. ما اسم القائد الذي حرر آخر معاقل الفرنجة في فلسطين؟ الأشرف خليل بن قلاوون، الظاهر بيبس، صلاح الدين الأيوبي، المنصور قلاوون. الإجابة الصحيحة الأشرف خليل بن قلاوون. ما الحملة الفرنجية التي وقعت على إثرها اتفاقية يافا 1229؟ الحملة الصليبية الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. السادسة طبعا زي ما حكينا في السؤال جايبينه في 2020 بطريقة مختلفة. من قائد الحملة الفرنجية السابعة لمصر؟ بطرس النازك، ريتشارد قلب الأسد، كونراد ملك ألمانيا، لويس ملك فرنسا. الإجابة الصحيحة هي لويس ملك فرنسا. ما المؤتمر الذي استجابت فيه أوروبا لدعوة البابا أوربان الثاني لشن حملة عسكرية اتجاه الشرق؟ 1095، مؤتمر فيينا، مؤتمر كليرمونت، مؤتمر لندن، مؤتمر البندقية. والإجابة الصحيحة مؤتمر كليرمونت. من القائد المسلم الذي تمكن من استعادة إمارة الرها من الصليبيين عام 1144؟ نور الدين محمود، عماد الدين زنكي، أسد الدين شريكو، صلاح الدين الأيوبي. والإجابة الصحيحة عماد الدين زنكي. هذه بالنسبة للأسئلة اختر، طبعا كان عددها 11 سؤال. الآن نأتي إلى الأسئلة المقالية،
ونشوف السؤال الأول اللي ورد في الدورة الثالثة لـ2020، وضح دور الكنيسة في تشجيع الحروب الفرنجية. طبعا الكنيسة عدتها حرب عادلة، لأن هدفها كما ادعت ضم المقدسات المسيحية من أجل تأمين طرق الحج للأراضي المقدسة. توحيد الكنيستين الشرقية والغربية تحت زعامة البابا في روما. أطماع المدن التجارية الإيطالية في السيطرة على تجارة البحر المتوسط. حب الفرسان للمغامرة لتحقيق مكاسب دينية وآخروية، يعني كانوا بيعتقدوا أنه اللي بيحارب مع الفرنجاوي بيموت، يا طبعا بيروع على الجنة كما يدعو. في 2020 الدورة الثانية تباينت ردود الفعل في العالم الإسلامي على الحملة الأولى. بين يروى أن الفاطميين حاولوا التحالف مع الفرنجة في صراعهم مع السلاجقة ولكن فشلوا. الإمارات السلجوقية أدركت سبب الانتصار يكمن في تفرقهم، وأن الحل الوحيد هي الوحدة، فلا بد من بعث روح الجهاد. عمل عماد الدين زنكي على توحيد الجزيرة الفراتية مع حلب، واسترجع إمارة الرها عام 1144، وكانت أول إمارة يستعيدها المسلمين. لازلنا بدورة 2020. ساهم النظام الإقطاعي في الغرب الأوروبي في تحفيز الكثيرين للتوجه نحو الشرق. حفز النظام الإقطاعي الكثير للتوجه نحو الشرق، حيث كانت أوروبا مقسمة إلى إقطاعيات متصارعة. النظام الإقطاعي بدأت الدعوات، ووجد الأمراء الإقطاعيون الفرصة لبناء إمارات إقطاعية في الشرق لوقف الصراع ما بينهم الداخلي. الأقنان توجهوا إلى الحروب من أجل 1- التخلص من حالة الفقر والبؤس، 2- ضغط طبقة الإقطاعيين عليهم للحصول على ضرائب هربا من الأوضاع الاقتصادية التي كانت تعصف بأوروبا. الآن نيجي لأسئلة 2019 الدورة الثالثة. علل فشل حملة بطرس الناسك. عرفت بحملة الفقراء وقادها بطرس الناسك وولتر المفلس، وهزمت أمام السلاجقة لأسباب لي في الحملة الأولى. افتقارها للتسلح الجيد، اتسمت بالفوضى، عدم الانضباط، غياب القيادة الموحدة، وغياب التموين الكافي. وضح دور المماليك في التصدي للحروب الفرنجية. طبعا بدأ دورهم من عام 1258، كانت في البداية الظاهر بيبرس 1260 لـ1277، استعاد كل ما بيد الفرنجة فأصبحت ممالكهم لا تتجاوز عكا وطرابلس. تلا اللي هو السلطان قلاوون حرر طرابلس، وأخيرا نهاية الحروب الفرنجية بتحرير الأشرف خليل بن قلاوون لآخر المعاقل وهي عكا. السؤال اللي في الدورة الأولى لعام 2019، قارن بين صلح الرملة وصلح يافا. الرملة مدته 3 سنوات 3 أشهر. المنطقة الساحلية من سور ليافا بيد الفرنجة، عسقلان والقدس بيد المسلمين، يحق للنصارى زيارة الأماكن المقدسة. اتفاقية يافا مع الكامل اللي هي السادسة، يعني صاروا جايبين أكثر من سؤال على هذه الاتفاقية. مدتها 10 سنوات. يتنازل الكامل عن القدس وبيت لحم وطريق الساحل مقابل عدم مهاجمتهم لمصر. الفريدريك يقدم مساعدات للكامل ضد خصومه مع المسلمين. إذن فريدريك يقدم مساعدات للكامل ضد خصومه. بقاء سور القدس مدمرا، احتفاظ المسلمين بالسيادة على المسجد الأقصى وقبة الصخرة. هذه الأسئلة اللي وردت في الدورات 2000، امتحانات 2020 و2019. بهيك بنكون أنهينا الأسئلة التي وردت بالاختبار. إن شاء الله الفيديو القادم اللي هي الحرب العالمية الأولى.